أي طهر ضمه قلب الرسول، أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نذراس الوصول، أنت مشكاة الهداية. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وكان الكلام قد توقف في المجلس الذي مضى عند أمر حساس تعيشه الأمة كأزمة، ربما تكون في صفوف العاملين في خدمة الإسلام من أهل العمل الإسلامي دعوة وتعليما وجمعيات ومؤسسات وتنظيمات قبل غيرهم حتى من عامة المسلمين أو من أصحاب التوجهات الأخرى في صفوف الأمة، ألا وهو حاجتنا إلى الذلة. البعض ربما من الكلام الذي مضى في المجلس الماضي يخطر في باله يقول نحن في مرحلة يكفينا فيها ذل، نحن اليوم نداس، دماؤنا تسال، أراضينا تنتهك، أحوالنا بئيسة، وبعد هذا تطالبون بالذلة. يقال نعم، إن سبب الذل الغير المحمود الذي نعيشه اليوم أننا قد تركنا الذلة المحمودة. من لم يتذلل لله حقيقة أذله الله بين خلقه في الدنيا وفي الآخرة، والعياذ بالله، بين تفاوت على تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا من تواضع لله رفعه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فبداية استرداد العزة التي فقدناها تصحيح مسار الذلة التي أخللنا بها، وهي الصلة بالله. هذا الأمر الله تعالى قد أدب عليه نبيه، خاطب به نبيه. اسمعوا إلى قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أطلب من الأستاذ سعد المخرج أن يبقي الآية أمامنا هنا في الشاشة، أعدوها لنا، تأملوا هذه الآية وهي مكتوبة أمامكم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. من أراد أن يفقه المنطلق والمنتهى، المبتدأ والمنتهى، المنطلق الأساس وثمرة التي ينبني عليها شأن خفض الجناح، الذلة لله عز وجل في الصلة بالمؤمنين، فلينظر إلى أول هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الهاء هنا منهم تعود على الكفار الذين عتوا، الذين تجبروا، الذين عاشوا الكبر بما وصلوا إليه من متاع الدنيا ومكنتها. والأمر قبل 1400 سنة هو الأمر اليوم، لأن الكلام هنا ليس عن الأوضاع المتغيرة في أحوال الناس وما يصلون إليه في شؤون حياتهم المادية، الكلام هنا عن نفس الإنسان التي هي نفس الإنسان في كل عصر. هابيل قتل على يد قابيل بنفس السبب ومن نفس المنطلق، اليوم قابيل العصر يقتله، لكن لا أستطيع أن أقول هابيل العصر، لأن الذي يقتل اليوم صعب عليه أن يرتقي إلى مستوى هابيل، على أن في الأمة لا يزال من هو في مستوى هابيل. يقول هنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا.
إن الذي لا يأخذ بهذا التوجيه يصعب عليه أن يخفض جناحه للمؤمنين. في الآية الأخرى يقول اخفض جناحك لمن اتبعك، أي من سلك، لكن هنا واخفض جناحك للمؤمنين، لكل من آمن وإن قصرت بعض أوجه الاتباع. ما معنى هذا؟ أن ممن ستخفض جناحك لهم أقوام لم يتقنوا الاتباع مع كونهم من المؤمنين، لم يقوموا بما ينبغي عليهم في شؤون ذواتهم، في شؤون صلاتهم، في شؤون واجبهم تجاه الأمة، في شؤون خدمتهم للمجتمع. هؤلاء الذين سيقصرون واخفض جناحك. طيب هؤلاء قصروا، إن قلنا في جانب الإنسان الإنساني في أنفسهم فيهم من قصر، في جانب الأسرة فيهم من قصر، في جانب أو في وجه الصلة بالجيران فيهم من قصر، الاجتماعيات فيهم من قصر فيها، العلم فيهم من قصر فيه، الاستقامة فيهم من قصر فيه، أخفض جناحك. طيب التصرف فيهم من أساء فيه على المستوى العلمي المادي، على المستوى أداء الواجب في 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 ميدان خدمة الإسلام، في ميدان إقامة الحياة كما ينبغي، فيهم من قصر في ذلك كله، واخفض جناحك. واخفض جناحك. تسمع في آية أخرى يقول الله عز وجل يخاطب نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم، واللين اللطف القائم على الانخفاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. لو كانت فيك فظاظة، كبر، جبروت، إساءة في التعامل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي أنك إن لم تخفض جناحك كما هو هنا أمامنا، إن لم تخفض جناحك، إن لم تتلطف، إن لم ترحم، إن لم تعطف، فالنتيجة التي ستترتب على ذلك الانفضاض من حولك. لن يستطيعوا الاستمرار في الالتفاف حولك لينتفعوا بك فيرتقوا هم فيخدموا دينهم ويسعدوا وتسعد البشرية على أيديهم وبسعادتهم. انظر إلى الثمرة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب ما المطلوب منه؟ طيب الصيالين سيتلطف، هم سيسيئون، فيهم من سيسيء في التعامل معه، في التعامل مع الواقع، في أداء الدور، في إحسان العمل، في تشييد البناء، فيهم من سيسيء. قال فاعفوا عنه. العفو عمن أساء، كلمة فاعفوا معنى أنهم سيسيئون، فاعفوا عنهم. أيضا ماذا؟ واستغفر له. الاستغفار يكون استغفر لفلان، أي أنه أذنب يحتاج إلى من يستغفر له، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فاستغفار الرسول يطلب عند حصول ظلم النفس، عند حصول الذنب. قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم. طيب يا أكمل الخلق، يا حبيبي، يا نبيي، يا مصطفاي، هؤلاء الذين ستتلطف بهم وستحسن المعاملة معهم وستلين لهم، ومع ذلك سيسيئون في حقك، في حق المهمة، وسيذنبون في حقي وأنا ربهم وخالقهم. هؤلاء الذين سيسيئون في حقك وفي حق أداء الواجب والدور والمهمة، وسيذنبون في حقي ويرتكبون المعاصي، هؤلاء أنت يا أكمل الناس عقلا وشاورهم في الأمر. الله الله الله، هذه مرتبة عالية في الانكسار، في التواضع، أيضا في المعرفة بالله عز وجل، نتلقاها من شمائله. يقول له ربه: أنت مع اللطف والإحسان سيوجد في من حواليك من يسيء، وسيوجد من يذنب، وهؤلاء الذين يسيئون وهؤلاء الذين يذنبون أنت تواضع مع كونك أكمل منهم عقلا، تواضع، انكسر، تذلل لعظمتي، واقبل أن تشاور أنت الذين يسيئوا والذين يذنبوا. الله، أين نحن اليوم من هذا المعنى العالي؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل، مسألة أخرى بعد ذلك، إذا أخذت بالرأي وعزمت فاجعل اعتمادك عليه، لا على فهمك ورأيك ولا على رأي من حواليك، لكن رأى هذا الأدب.